جماهير نادي الزمالك هتتجنن، 3 مباريات بدون تسجيل ولا هدف، في حين لعيبة الزمالك المعارة كلها متألقة في أنديتها وبتسجل أهداف. أهلا بيكم حلقة جديدة، ما تنسوش سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديدنا بإذن الله. في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة نادي الزمالك أعار لاعبين، مصطفى محمد لجلطة سراي التركي، الجناح الأيمن مصطفى فتحي لسموحة، المهاجم عمر السعيد للجونة، الجناح كريم بامبو للبنك الأهلي، والجناح المغربي محمد أوناجم لصفوف الوداد المغربي. ده بالإضافة لوجود رزاق سيسي في صفوف الاتحاد السكندري للسنة الرابعة على التوالي على سبيل الإعارة. موقف صعب جدا مجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره لقوا نفسهم فيه بعد العقم الهجومي الكبير اللي أصاب صفوف الفريق في آخر 3 مباريات. نادي الزمالك فشل في تسجيل أي أهداف أمام كل من تونجيث السنغالي والمولودية الجزائري في دوري أبطال أفريقيا وأمام وادي دجلة متزايل ترتيب الدوري المصري في الدوري العام. 3 مباريات انتهوا بالتعادل السلبي 0-0 رغم سيطرة نادي الزمالك شبه الكاملة على مجريات الأمور خصوصا في مباراتي وادي دجلة والمولودية. وفي نفس الوقت معاري نادي الزمالك بيتألقوا مع أنديتهم بشكل كبير جدا فوق كل التوقعات. مصطفى فتحي المعار لسموحة لعب معهم لغاية دلوقتي 7 مباريات استطاع ان هو يسجل 5 أهداف وصنع هدف. عمر السعيد المعار للجونة لعب 3 مباريات سجل فيهم 5 أهداف، تخيلوا مباراتين بدأ فيهم كأساسي وأول مباراة ليه شارك في 30 دقيقة بس، يعني في 210 دقيقة سجل 5 أهداف. المغربي محمد أوناجم متألق جدا في صفوف الوداد المغربي، سجل هدف في الدوري وهدف في دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وبشكل أقل كان ظهور كريم بامبو اللي لغاية دلوقتي مع البنك الأهلي سجل هدف واحد بس. ولو أضفنا على اللعيبة دي رزاق سيسي اللاعب الإيفواري الموهوب جدا اللي سجل لغاية دلوقتي مع نادي الاتحاد السكندري 6 أهداف، لكن ده حالة مختلفة عن باقي اللعيبة لأنه معار من حوالي 4 سنين. وعن مصطفى محمد حدث ولا حرج، نجم هجوم المنتخب الوطني المتألق جدا في صفوف جلطة سراي التركي، سجل لغاية دلوقتي مصطفى محمد مع فريق التركي العريق 6 أهداف، لكن وضع مصطفى محمد مختلف عن وضع باقي اللعيبة اللي احنا قلناها لحضراتكم، لأن الإعارة بتاعته بنية البيع السنة الجاية طبعا أكيد بلا شك نادي جلطة سراي هيفعل عقد شراء مصطفى محمد. نيجي للسؤال الأهم، هل أخطأت إدارة نادي الزمالك بإعارة اللاعبين في الوقت ده؟ وأنا بحاول أجاوب على السؤال ده هركز على 2 لعيبة بس كان تألقهم هو الأكثر إثارة للجدل. طبعا مصطفى محمد زي ما قلت لحضراتكم موقفه مختلف تماما، كريم بامبو مظهرش بالمستوى لغاية دلوقتي الجيد مع البنك الأهلي، محمد النجم كانت إعارته اضطرارية لقيد سيف الجزيري مهاجم المقاولين العرب، وأخيرا رزاق سيسي المعار من فترة اللي منقدرش نعتبره حتى الآن لاعب في صفوف نادي الزمالك أو على الأقل في هذا الموسم. مفيش شك إن مفيش نادي ما بيفرحش بتألق لاعبه المعار لنادي تاني، لأن ده هو الهدف الرئيسي للإعارة، ان انت تطلع لصفوف نادي تاني تقدر تشارك فيه بشكل اكبر وتقدر تقدم نفسك بشكل اكبر عشان تقدر تفيد فريقك الاصلي بعد كده بشكل لائق او بشكل ما كنتش قادر تقدمه في تواجدك فيه في الفترة اللي قبل كده. والموسم السابق نقدر ناخد منه مثال شهير جدا، النادي الاهلي كان اعار محمد شريف لصفوف نادي انبي، تألق محمد شريف في صفوف نادي انبي واحرز مع الفريق 14 هدف، كان تاني هداف الدوري العام، جماهير نادي الاهلي كانت مبسوطة جدا وادارته كانت مبسوطة جدا، اللعيب رجلها السنة دي وهو في قمة تألقه. نفس الامر مع اكرم توفيق في صفوف الجونة، تألق بشكل كبير اكرم توفيق في صفوف الجونة ورجع السنة دي للنادي الاهلي وبياخد فرصته بشكل اكبر في المباريات. وصلاح محسن وناصر ماهر اللي كان النادي الاهلي اعارهم السنة اللي فاتت لسموحة وقدروا بشكل او باخر ان هم يوصلوا لمستوى عالي ويرجعوا للنادي الاهلي في مستوى متغير تماما عن اللي كانوا فيه قبل كده لما كانوا في صفوف النادي الاهلي. لكن سعادة جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته بالموقف المعارين بتوعه مختلف عن نادي الزمالك تماما. ليه؟ لان الاهلي كان بيمتلك البديل، لكن حاليا احنا شايفين ان الزمالك ما عندوش بديل اللي قادر يحط الاجوان وقادر ان هو يصنع له الفرق في الماتشات اللي بيكون مسيطر فيها على اللقاء بشكل كبير جدا. وفي رايي الشخصي برضو ان موقف مصطفى فتحي وعمر السعيد مختلف تماما عن بعضهم. وخلينا هنا نشبه موقف مصطفى فتحي مع موقف كريم بامبو. مصطفى فتحي وكريم بامبو ما كانوش بيشاركوا السنه دي او تقريبا السنه اللي فاتت، والسنه دي لما اعيروا مصطفى فتحي تألق بشكل كبير جدا مع نادي سموحه وخلى الجماهير تنتقد مجلس اداره نادي الزمالك بشكل كبير ان هو خلى مصطفى فتحي يطلع للاعاره في الظروف اللي نادي الزمالك بيواجهها مع غياب العنصر الهجومي الفعال. وفي نفس الوقت جماهير نادي الزمالك ما وجهتش نفس اللوم لمجلس ادارتها علشان اعاروا كريم بامبو لصفوف البنك الاهلي،
وده باختصار لان كريم بامبو ما ظهرش بمستوى عالي في صفوف البنك الاهلي. اللي انا اقصده ان لوم الجماهير جاي علشان مصطفى فتحي تالق مع سموحه، فالجماهير شافت ان اعاره مصطفى فتحي لسموحه ما كانتش صحيحه، في حين ان كريم بامبو ما تالقش مع البنك الاهلي، علشان كده الجماهير شايفه ان الاعاره دي كانت صحيحه وان مجلس الاداره ما اخطاش فيها. باختصار الجماهير والخبراء لاموا على مجلس اداره نادي الزمالك ان هم اعاروا مصطفى فتحي لان مصطفى فتحي تالق مع صفوف سموحه. والسؤال هنا، هل لو كان مصطفى فتحي ما تالقش في صفوف سموحه، هل كان الجماهير والخبراء هيلوموا برضو على اداره نادي الزمالك انها عارته لسموحه؟ في رايي الشخصي ان عاره مصطفى فتحي هي قرار كان جيد جدا من اداره ومسؤولين نادي الزمالك، وان تالقه مع سموحه هيفيد جدا نادي الزمالك الفتره الجايه ان شاء الله لما يرجع تاني لنادي الزمالك ويكون في فورمه عاليه ويقدر يرجع تاني مصطفى فتحي اللي احنا عارفينه. خلينا متفقين ان الاصابه اللي تعرض ليها مصطفى فتحي وفشله في الاحتراف الايطالي وبعد كده في الاعاره للسعوديه اثر بشكل كبير جدا على مستواه الفني وعلى ادائه في الملعب. مصطفى فتحي السنه دي ما شاركش في ولا مباراه مع نادي الزمالك، والسنه اللي فاتت شارك مصطفى فتحي مع نادي الزمالك في جميع البطولات في 20 مباراه. تخيلوا حضراتكم 20 مباراة بحالها لعبها مصطفى فتحي السنة اللي فاتت مع نادي الزمالك ما صنعش فيها غير هدف واحد فقط لا غير، وكان بيتعرض لنقد شديد جدا من الجماهير ومن الخبراء اللي كانوا دايما شايفين ان هو مش فت ومش قوي وبدنيا لسه مش جاهز. اللي عايز اقوله ان تألق مصطفى فتحي مع نادي سموحة السنة دي يفرح جماهير نادي الزمالك ويفرح مجلس ادارته، ما يزعلهمش ابدا، لانه ان شاء الله بعد كده لما يرجع نادي الزمالك هيكون فت وهيكون جاهز وهيقدر يؤدي بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك، خصوصا انه في رايي الشخصي انه كان صعب ياخد فرصته السنه دي في صفوف نادي الزمالك لان نادي الزمالك بيمتلك في مكانه اكتر من لعيب جاهز حاليا. اما عن عمر السعيد فرايي هنا هيكون مختلف تماما. من بداية هذا الموسم وكل الجماهير والخبراء شايفة ان نادي الزمالك بحاجة لمهاجم تاني مع مصطفى محمد ومع عمر السعيد. وجود اتنين بس مهاجمين مع نادي كبير زي نادي الزمالك بيشارك في بطولات كبيرة جدا وبيلعب عدد كبير جدا من المباريات في موسم مضغوط جدا عشان الكورونا مش كافي تماما، وطبعا في مجموعة من الناشئين محدش يقدر ينكر ان هي مستواها جيد، لكن ما يقدروش ان هم لسه يكونوا جاهزين للدرجة ان هم ياخدوا فيها مركز المهاجم الرئيسي في نادي الزمالك. اللي حصل ان في فتره الانتقالات الشتويه العروض انهالت من جميع انحاء العالم على مهاجم الفريق مصطفى محمد، وده كان متوقع ومنتظر. اول ما بدات فتره الانتقالات الشتويه جه لمصطفى محمد عرض سانت كيان الفرنسي وعرض جالاتسراي التركي، وللاسف الصفقه ما تمتش الا في نهايه فتره الانتقالات الشتويه، وانتقل مصطفى محمد لصفوف جالاتسراي التركي، وتبقى ليك ايام قليله جدا كاداره نادي الزمالك ان هي تقدر تعوض مصطفى محمد. اداره نادي الزمالك في اخر ايام الانتقالات الشتويه اتعاقدت مع مروان حمدي مهاجم مصر المقاصه والتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولين العرب. مروان حمدي لاعب جيد لكنه لسه بحاجه لوقت كبير جدا علشان يكون المهاجم الاساسي لنادي الزمالك ويكون خير بديل لمصطفى محمد. في رايي الشخصي ان سيف الجزيري لاعب عالي جدا، لكن للاسف اداره نادي الزمالك في رايي الشخصي انها ارتكبت كارثه. سيف الجزيري كان مشارك مع المقاولين العرب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وبالتالي لا يحق ليه المشاركة مع نادي الزمالك في مبارياته الأفريقية في دوري الأبطال الأفريقي. الموضوع ده بيكون في غاية الصعوبة على المدير الفني للفريق. هل يبدأ بمروان حمدي الأقل في المستوى من سيف الجزيري لأن مروان حمدي هو اللي هيقدر يعتمد عليه في ماتشات أفريقيا، ولا يعتمد بسيف الجزيري المهاجم الأقوى لكنه في نفس الوقت هيخسر مروان حمدي، هيفقد ثقته في نفسه لما يلاقي نفسه بديل رغم أنه المتوقع أنه يشارك في ماتشات أفريقيا؟ موقف في منتهى الصعوبة، وده اللي بيواجهه باتشيكو حاليا. هل يبدأ بسيف الجزيري في الدوري لأن سيف الجزيري هو الأفضل، ولا يبدا بمروان حمدي في الدوري لان هو اللي هيحتاجه في ماتشات افريقيا المهمه؟ للاسف انت كمسؤول صدرت ازمه للمدير الفني مش ساعدته. كلنا كنا عارفين ان مساله احتراف مصطفى محمد مجرد مساله وقت، يعني من بدايه فتره الانتقالات الشتويه واحنا عارفين ان هو هيطلع بره يحترف، فالطبيعي ان انت كنت تعوضه من بدري، تقدر تجيب لعيبه تفيدك في جميع البطولات. لكن اللي حصل ان انت كان عندك اثنين مهاجمين، مهاجم منتخب مصر الدوري ومهاجم احتياطي ليك، جبت مكانهم مهاجم اقل منه في المستوى ومهاجم تاني مش هتقدر تعتمد عليه في جميع البطولات، ده غير ان انت اصلا كنت بحاجه لمهاجم تالت. وفي رايي الشخصي ان عمر السعيد مهاجم جيد جدا لكنه فعلا ما خدش فرصه حقيقيه في صفوف نادي الزمالك. في موسم 2018-2019 شارك عمر السعيد مع نادي الزمالك في 25 مباراه، استطاع ان هو يسجل فيهم 5 اهداف وصنع 5 اهداف لزملائه. وفي دوري الابطال الافريقي
شارك عمر السعيد في 11 مباراة سجل فيهم 3 أهداف وصنع هدفين لزملائه. يعني زي ما احنا شايفين أرقام مش سيئة لمهاجم لسه لأول مرة بيخوض تجربة احترافية كبيرة في صفوف نادي جماهيري عريق وكبير زي نادي الزمالك. في موسم 2019-2020 عمر السعيد تقريبا ما خدش فرصة حقيقية مع نادي الزمالك في ظل التألق الكبير لمصطفى محمد. شارك عمر السعيد في 12 مباراة السنة اللي فاتت مع نادي الزمالك في بطولة الدوري، بدأ كأساسي في 4 مباريات ونزل كبديل في 8 مباريات، وفي الموسم ده سجل هدف واحد بس. والسنة دي شارك عمر السعيد مع نادي الزمالك في 3 ماتشات ما سجلش فيهم ولا هدف. وزي ما احنا شايفين مع الجونة لما خد فرصة حقيقية وخد 90 دقيقة سجل 5 أهداف في 3 مباريات، في حين ان مروان حمدي وسيف الجزيري ما سجلوش تقريبا غير 3 أهداف بس هما الاثنين. أكيد عمر السعيد كان ممكن يكمل السنة دي مع الزمالك وكان ما يظهرش برضه بالمستوى المنتظر، لكن الفيصل هنا ان انت كنت فعلا محتاجه وان انت ما عندكش بديل في المكان ده فعلا. وفي رأيي الشخصي ان إعارة عمر السعيد السنة دي هو أسوأ قرار اتخذه مجلس إدارة نادي الزمالك، وللأسف أثر بشكل كبير جدا على مستوى نادي الزمالك وعلى قدرته التهديفية، خصوصا ان انت برضه لسه عندك 2 مهاجمين بس وانت نادي كبير ومهاجم منهم كمان ما بتقدرش تعتمد عليه في جميع المباريات. للأسف خطأ كبير جدا وقع فيه مجلس إدارة نادي الزمالك أو اللجنة المعينة واللجان الفنية الكتيرة اللي موجودة في نادي الزمالك حاليا اللي عندها قرار إعارة أو بيع أو شراء اللعيبة. هل أنت متفق معايا إن رحيل مصطفى فتحي في صالح نادي الزمالك وإن عمر السعيد رحيله كان كارثة وقرار كارثي؟ ياريت لو متفق أو مختلف معايا تسيب ده في كومنت تحت. خالص التقدير والأمنيات لنادي الزمالك العريق اللي بحاجة لمساندة من المسؤولين أكبر من كده. نادي الزمالك نادي كبير جدا، شعبيته مش بس في مصر، في الدول العربية وفي أفريقيا نادي الزمالك لا يقل عن نادي الأهلي أبدا. نتمنى الهدوء إن شاء الله في الفترة الجاية لنادي الزمالك ويرجع للنتائج الإيجابية بعون الله. أتمنى إني مكونش طولت عليكم، بتنسوش سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا، سلام عليكم.